اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه مباشره من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك. معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهري. انا بدي ارحب فيكم وبجميع الموجودين. استاذ احمد اهلا وسهلا فيك، انا بشكرك. اوكي استاذ خضر، سمير، محمود، محمد، احمد، اهلا وسهلا فيكم جميعا. خلينا اليوم نشوف ابرز التحركات والازواج الرئيسيه، شو مخبيت لنا اليوم بهذه الجلسه. عم نشوف ارتفاع لسعر اونصه الذهب، وهذا الارتفاع طبعا اذا بدكم يسجل ارتفاع بشكل خلينا نقول منه جدي مثل ما بيقولوا. على طول الارتفاعات او الموجات الاندفاعيه منفضل ومنحبذ انه تكون خلينا نقول عم بتكون بعض الشيء موجوده بزخم أو بمومنتم ضخم جدا، ولكن عم نلاحظ أنه سعر أونصة الذهب عم بيرتفع ولكن مثل كأنه مستحي بعض الشيء. فخلينا نشوف هذه الأنماط والهيكليات اللي عم نشوفها على سعر أونصة الذهب من وراء وصوله إلى قمة 1348 وانخفاضه بشكل خلينا نقول ثلاث موجات تصحية لقاع 1320 تقريبا بالضبط. هذا الارتفاع هل يا ترى بعده تصحيحي لتغطية الفجوة السعرية اللي موجودة عندي؟ يعني من وراء ما نغطي هذه الفجوة السعرية بكل ببساطة ممكن انه نقدر نرجع نشهد اشارات انعكاسية لسعر أونصة الذهب. انا بعدني مصر وبعدني على ارائي على انه سعر أونصة الذهب هذا الارتفاع كله من مستوى 1260 وصولا الى مستويات 1300 وتقريبا 48 دولار لسعر الأونصة، انا بالنسبة لي هذا ارتفاع بعده منه جدي ومنه رسمي، وبعدنا بصدد اذا بدكم انخفاض وضغوطات سلبية ممكن نشهدها على المدى الوسط للطويل. هلا نحن السيناريو المفترض اللي كنا تكلمنا عليه على سعر أونصة الذهب على انه داخل اذا بدكم الذهب بمثلث، وهذا المثلث اللي كنا تكلمنا عليه ممكن انه يكون كان بعد عندي موجة ناقصة. اوكي، لانه هيكليات المثلثات على طول بتكون على هذا الشكل. اول موجة ارتفاع اللي هي موجة A، او اول موجة ضخمة خلينا نسميها الارتفاع اللي هو الموجة A، ودخولنا بالموجة B اللي هي بيج B تتضمن خمس موجات اللي هي سمول A B سي. هذه الموجة دي نحن كنا قلنا انه هذه الموجة دي ونتوقع انخفاض الموجة اي، ولكن لما هديت الموجة اي على مستوى 1260 وارتفعت كان من المفترض انه بعد تنخفض اكثر الموجة اي، يعني لزيارة مستويات 1240-1230. عن هيك أنا كنت بعدني مصر على أنه أنقل التسميات من الموجة دي من هذه القمة اللي إذا بدكم سجلناها بالسابق، أنقل التسمية دي لهلا، يعني هذه الدي، وممكن نرجع ننتظر انخفاض من هذه المستويات لويف اي الموجة الأخيرة بالهبوط، ومن هناك بنرجع نفكر بالشراء. هلأ في عنا different scenarios، عدة سيناريات مفترضة، نحن في انتظار إذا بدكم بعد خلينا نقول إشارة انعكاسية بشكل جدي أكثر على سعر أونصة الذهب. بعرف أنه ابتدينا بالانخفاض من هذه المستويات، بعرف أنه تقريبا المستويات اللي تلمسنا معها قرب خط المقاومة، يعني مع الفجوة السعرية والانخفاض تقريبا بحدود 28 دولار، بفكر بعض المضاربين والمستثمرين على انه ابتدينا بالهبوط، ولكن اتوقع انه ممكن يكون عندي بعد اذا بدكم بعض التقلبات وبعض التذبذبات قرب هذه المستويات ما قبل الاشاره الانعكاسيه. هلا ما في شك طبعا لنلغي هذا السيناريو الهابط بدي اشوف اغلاق فوق مستوى دي اللي هو خط المقاومه، فوق مستوى ال 1350 55 واغلاق يومي شمعه جديه بمجسم ضخم تغلق فوق خط المقاومة، فورا رح نرجع نفكر بتعزيز صفقات الشراء. وما في شك انه تعزيز صفقات الشراء رح تكون لاستهداف مستوى 1400 و1450 لسعر أونصة الذهب. خلينا ننتقل للعملة الأوروبية الموحدة. الانخفاض اللي كنت عم بتكلم عليه بجلسة أمس شفناه، كنت تكلم بجلسة صباحية بجلسة أمس على أنه اليورو دولار هذا الارتفاع إذا ذاكرين، وكنت ضويت لكم هذه المنطقة باللون الأصفر بهذا الشكل، وكنت قلت لكم أنه هذا الارتفاع وهذه الهيكلية اللي عم نشوفها على اليورو دولار أو العملة الأوروبية الموحدة بهذا الشكل بعد نفع ميل على ارتفاع، بعدنا ضمن منطقة الصحية. يعني ما في شك أنه هذا الهبوط اللي حصل عنا على اليورو دولار كان متوقع، وانا بالنسبه لإلي بعدني شايف انه ممكن نقدر نستهدف مستويات اوطى. هلا ما في شك انه وصلنا وثبتنا قيعان مستوى ال 100% في بوناتشي ريتريسمنت، في بوناتشي عفوا اكسبانشن، من اخر قمه لاخر قاع للقمه على اليمين في بوناتشي اكسبانشن تم تسجيل مستوى ال 100% وتثبيته من قبل اليورو دولار. ما في شك انه هذا المستوى مهم جدا وراح يمثل نقطه دعم رئيسيه جدا لليورو دولار لبدايه موجه صعود جديده، تمام؟ ولكن نحن رح نترقب بعد ايضا
خلينا نقول مستوى ال 61.8%، إذا في حال تم اختراقها وأغلاق فوقها نرجع نفكر بالشراء. طالما نحن بعدنا ضمن هذه الموجة، ممكن يكون عندي بعد موجة هبوط لاستهداف مستوى ال 125% في بوناتشي إكسبانشن، أو حتى مستوى ال 161% في بوناتشي إكسبانشن. فعم جرب كون حذر بالسيناريوهات المفترضة اللي عم بنقلكم إياها. عم جرب خليني أقول كنا تقريباً مصرين على انخفاض اليورو دولار، ولكن بالوقت الحالي ومع انخفاضه بجلسة أمس هذه المستويات بدنا نترقبها عن جديد. تمام، هذا بالنسبة لليورو دولار أو للعملة الأوروبية الموحدة. هلأ بالنسبة للباوند دولار نفس الموضوع. الباوند دولار تم اختراق خط دعم رئيسي موجود عندي. كثير من المضاربين عم بيقولوا أنه طبعا هذا الانخفاض هو انخفاض فرصة أمل جديدة للشراء. تمام، ما في شك انه نحن اذا في حال عم نعد الارتفاع بارتفاع او عم نعتبر هذا الارتفاع اندفاعي، خلينا نقول بشكل 5 موجات، ونحن عم نترقب انخفاض اي بي سي 3 موجات تصحيه، يعني نحن لما يوصل الباوند دولار على مستويات 126.50 126.30 هذه المستويات رح تكون منتظره للشراء، اذا في حال نحن عم نتكلم بسيناريو ايجابي. تمام، واذا عم نتكلم بسيناريو اندفاع بالاتجاه الصاعد. وانما ما في شك انه بالوقت الحالي ما ممكن انك تحدد انت سيناريو للباوند دولار. انت من المفترض عليك انك تمشي مع السوق. تم اختراق خط الدعم، اعادة امتحان، فكر بالبيع فقط. هذا خط دعم رئيسي ما فيك تغض النظر عنه. تم اختراقه، اعادة امتحانه وتكملة اتجاه الهابط. اقله اذا في حال بدك تفكر بهدف للباوند دولار، خليك تستعمل في بوناتشي اكسبانشن أو في بوناتشي ريتريسمنت، اللي هو من خلاله بنقدر ندخل في بوناتشي من آخر قاع لآخر قمة ونستهدف مستوى 125.8% بسائب على مستوى 126.30. تمام؟ فبكل بساطة نحن بدنا نمشي مع السوق، ما حدا يجرب يتزاكى على السوق، ما حدا يجرب يستبق الأمور، خلينا نمشي خطوة خطوة، خلينا ننتظر الشموع اليابانية لهي خلينا نقول تكون الليدنج، هي تكون عم بتحدد لي الاتجاه القادم أو الدايركشن اللي ممكن اتوقعوا على العملة الرئيسية أو أي سلعة معينة. يورو باوند أكثر من رائع، أكثر من رائع فرصة البيع من هذه المستويات يا جماعة. اليورو باوند رح مر، استاذ سمير اهلا وسهلا فيك، رح مر على الجي بي بي سي اتش اف والجي بي بي جي بي واي استرليني ين. استاذ خضر رح نمر على نيوزيلندا دولار والاسترالي دولار، وطبعا الجي بي بي سي اتش اف استاذ احمد اسامه رح اتكلم عليه بتفاصيله لانه عندي فرصه استثمار عليه وانتم عارفين هذا الموضوع. خليني انتقل هلا للجي بي بي سي اتش اف وبنرجع من خلال اليورو جي بي بي نتكلم عليه لاحقا. جي بي بي سي اتش اف، شو رأيكم بهذا الموضوع هلا؟ هذا نيوزيلندي دولار اوكي، وهذا جي بي بي سي اتش اف. نحن على الباوند سي اتش اف، على الباوند فرانك، من وراء ارتفاعه لهذه القمة وانخفاضه بشكل 3 موجات، كنا قلنا انه هذا القاع مهم جدا ومغري جدا للشراء. تمام، لانه استهداف مستوى 76.4% والى اخره بلا بلا بلا. خلينا ندخل على تايم فريمز صغيره لنشوف شو بنتوقع على الباوند سي اتش اف. ومع ارتفاعه الى هذه المستويات واختراق هذه القمم، تمام، خليني بس اعطيكم تقريبا طريقه التفكير اللي انا بفكر فيها. اوكي، طريقه التفكير بتقول على الشكل التالي. انا كان عندي منطقه افقيه بامتياز، وهذه المنطقه الافقيه سجلت لي هذا النمط وهذا الشكل. تمام، ومن وراء انخفاض وتسجيل قاع معين، بدايه هذا الارتفاع رح نتكلم على اليورو جي بي بي اكيد، ولكن خلينا نمشي خطوه خطوه. ارتفاع هذه الموجه للباوند سي اتش اف وتسجيل هذه القمه فوق مستويات او قمم اللي كان تم تسجيلها بالسابق عندي، يعني سجلنا تقريبا فرصه شراء او سجلنا نقطه ايجابيه. هلا اذا بدي ادخل بتايم فريم صغير، انا رح ادخل على هذه اذا بدكم الارتفاع اللي او هذه الموجه اللي شاهدناها على تايم فريم اصغر على رسم بين 30 دقيقه لنشوف شو مخبي لنا السوق. اذا في حال بدي افكر بالشراء، هذه الموجة رقم 1 2 3 و4 و5، هذه موجة اندفاعية تلقب بالموجة رقم 1، بيج ويف 1، Small A, B, C تلقب Wave W, Wave X, Wave Y اللي هي تتضمن 5 موجات انخفاض 1, 2, 3, IV4 وانخفاض Wave 5 بهذا الشكل.
اوكي بنكون تم تسجيل تقريبا عند مستويات ال 88.2% او 76.4%، ومن ثم طبعا مناطق مغريه جدا للشراء. بالنسبه للباوند سي اتش اف، اذا بدي استعمل فيبوناتشي ريتريسمنت عليه طبعا البانيك اتاك اكثر من رائعه، الذعر اللي ممكن ينصاب للمضاربين اكثر من ضخمه، لانه هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها اللي هي مستويات ال 76.4% ممنوع تلتف مع قمه الموجه رقم واحد. من هذا القاع لهذه القمه اللي هي تلقب بالموجه رقم واحد، ويف 1 بيج ويف 1، وين القمه تبعها؟ هذه القمة تبعها، يعني لا يمكن التفاف الموجة رقم 2 مع هذه المستويات اللي هي حددتها باللون الأصفر. فإذا في حال شفت انخفاض تحت مستوى 125.60 تقريبا 1.2560، إذا شفت إغلاق شمعة 4 ساعات تحت مستوى 125.60 فورا بك تلغي السيناريو الإيجابي، ما في مجال، لأنه ممنوع التفاف هذه المنطقة إذا بدكم للباوند فرانك. إذا في حال بدنا نرجع نفكر بالصعود بعد مصير على أنه ارتفاع، إذا بدكم الباوند فرانك بعده وارد عندي، ماني خايف منه، ولكن الشيء الوحيد اللي ممكن يخوفنا بالنسبة للباوند في سي اتش اف هو انخفاض الباوند دولار. الباوند دولار هذا الانخفاض هو اللي عم بيؤدي إذا بدكم إلى انخفاض هذا الزوج، وإنما الدولار سويس، الدولار سويس إذا بدنا نشوفه طبعا ومع الارتفاع بهذا الشكل من آخر قاع تم تسجيله عنده على النمفر بيرول، لما صدرت بيانات النمفر بيرول نزلنا سجلنا هذا القاع، كان عندي إذا بدكم انخفاض بشكل تصحيحي، فأتوقع ABC أو ثلاث موجات تصحيحية لتزور مستوى 100.30، ومع ارتفاع الدولار فرانك طبعا هذا الشيء بيؤدي إلى ارتفاع الباوند مقابل الفرانك، لأنه الباوند بده يرجع يقوى على الفرانك السويسري، لأنه بهذا الشكل ومع انخفاض الـ USD CHF إذا في حال نتوقع ارتفاع هذا الزوج، يعني ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل انخفاض الفرانك السويسري، يعني الفرانك السويسري رح ينزل مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي، انخفاض الفرانك السويسري فورا بيقوى عليه الباوند دولار، الباوند بيقوى على السويسري وهيك بيرتفع طبعا الباوند CHF. بالنسبة لليورو باوند، لليورو باوند يا جماعة الانخفاض بشكل تصحيحي أكثر من فرصة رائعة للدخول ولتعزيز صفقات البيع عن جديد يا جماعة. المستويات أو السيناريو اللي وصلنا له من على تسجيل آخر قمة عندي وانخفضنا بشكل ثلاث موجات تصحيحية مثل ما بتعرفوا بـ ABC تلقب بويف W، ABC تلقب بويف X، ونتوقع انخفاض من هذه المستويات 1 2 3 4 5 موجات لزيارة ويف Y لإعادة امتحان مستوى 0.8850. فأتوقع هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا والقمة اللي تم تسجيلها من قبل اليورو باوند مستويات مغرية وأكثر من رائعة لتسجيل صفقات البيع، أو خلينا نقول لتعزيز صفقات البيع. هذه المستويات ومن وراء تسجيل 25 شمعة إيجابية على اليورو باوند، لوين رايح اليورو باوند؟ لوين ممكن يكفي؟ وين فريق الدبب اللي ممكن يجرب يسيطر على رسم البياني؟ وين الاندينج دياجونال أو هذا النفق الميل على ارتفاع اللي هو إشارة سلبية للرسوم البيانية؟ طبعا رح نبتدي بهذا الانخفاض من المستويات الحالية إن شاء الله مع وقف خسارة فوق مستويات أو فوق هذا الخط الأحمر اللي هو 0.8947، وقف الخسارة فوق مستوى 0.8947، ونحن ملزمين أن نعرض وقف الخسارة فوق هذا المستوى، لأنه ضمن موجات إليوت وباستعمال استراتيجية موجات إليوت 1 2 3 4 5، هذه الموجة رقم واحد، هذا القاع لا يمكن الالتفاف معه. اوكي طبعا مع الموجة التصحيحية اللي هي ABC، فبكل بساطة لازم كحد أقصى نوصل للخط الأحمر ونبتدي بالانخفاض إذا في حال بعد ضمن السيناريو السلبي. شوفوا كيف بدمج موجات إليوت مع فيبوناتشي مع بعض، إذا بدكم التحاليل التقنية البسيطة مثل نفق ميل على ارتفاع مثل رايزنج واج، مثلثات فيبوناتشي ABC، هذه الاستراتيجيات اللي بندمجها مع بعضها البعض ممكن نقدر ناخد سيناريوهات مفترضة على السوق. باوند ين، شو عم بيصير بالباوند ين يا جماعة؟ الباوند ين ضمن هذه المنطقة الصفراء، هذه المنطقة الصفراء هي منطقة شراء كنا حددناها على رسم بين الأربع ساعات والمنطقة اليومية، وطبعا بدنا نشهد بعض التقلبات فيها. ما في شك انه انت اذا في حال تتوقع انه توصل للمنطقة الصفراء وفجأة يطير السوق طبعا انت غلطان، انت عارف انه عند وصول الزوج واي عملة وسلعة معينة واي برودكت الى مستويات مغرية للشراء طبعا رح يكون عندي بعض التقلبات المراحل الأفقية ومن ثم الارتفاع بشكل بطيء.
تمام. فالباوند يان بعده ضمن اذا بدكم سيناريو رائع على انه سجل خمس موجات ارتفاع 1 2 3 4 5 تمام بهذا الشكل، بهذا الشكل 5 waves up، وهذا بدل على سيناريو ايجابي. A B C 3 waves down، ثلاث موجات تصحية. هذه المستويات مغرية جدا للشراء يا جماعة. شو بقول باوند يان اكثر من رائع، وشوفوا الشمع على القاع اللي هي شمعة الساعة على القاع قديش إيجابية. لا طبعا خلينا نقول الباوند يان، يعني ارتفاع الباوند مقابل الين الياباني وارد جدا عن هيك، يا اما ممكن تتفاجئوا بارتفاع مفاجئ للباوند دولار من المستويات الحالية، يا اما رح يضعف طبعا الين الياباني، هذا بيعني ارتفاع للدولار يان تمام، واحدة من الاثنين. ولكن ارتفاع للباوند يان من هذه المستويات رائعة واكثر من مغرية للشراء. بالنسبة ل النيوزيلندي دولار والاسترالي دولار، الاسترالي دولار اول مين كنت قلت لكم انه من وراء النمط الاحتوائي والاشاره السلبيه اللي حصلنا عليها، ذاكرين على النمفر بيرول الاسبوع الماضي. استاذ احمد صباح الخير، صباح الخير استاذ احمد، اهلا وسهلا فيك. استاذ خالد، استاذ محمد حمدي، اهلا وسهلا فيكم. لكن الاشاره السلبيه اللي حصلنا عليها على الاسترالي دولار، توقعنا انخفاض من وراء نمط الاحتواء، قلت لكم لازم نستهدف اخر قاع ارتفع من السوق اللي هو هذا المستوى، وكنت قلت لكم مستوى 0.6910 هو مستوى منتظر للاسترالي دولار قبل ما نفكر بصفقات الشراء تمام. فهذه المستويات هلا اكثر من مغريه، ونتوقع من وراء ارتفاع الاسترالي دولار بثلاث موجات تصحيه، هذه ويف دبليو وانخفاض ويف اكس، ونتوقع ارتفاع ويف واي تمام. هلا هذه المستويات ممكن تكون مغريه للشراء للاسترالي دولار، ولكن لكون دقيق اكثر ممكن نرجع خلينا نقول نشوف تثبيتات لمستوى 80%. نحن تقريبا استهدفنا مستوى 76.4%، ولكن 80% يعني انخفاض بعد بسيط جدا ما قبل الارتفاع او 88.2%. من هذه المستويات أتوقع تكون مستويات رائعة للتفكير بصفقات شراء عن جديد للأسترالي دولار، ولبداية موجة تصحية ثالثة وليست اندفاعية. ABC تمام، WXY أو Triple Corrective Waves اللي هي ثلاث موجات تصحية. هذا بالنسبة للأسترالي دولار. وأيضا نيوزيلندي دولار نفس الموضوع. نيوزيلندي دولار عم نتكلم تقريبا على رسم بين الأربع ساعات، كان سجل لي خلينا نقول نمط يعني مثل ما بقولوا احتوائي وشمعة إيجابية، فأتوقع من هذه المستويات ممكن نشهد إذا بدكم بعض الارتفاع البسيط للنيوزيلندي دولار ما قبل تكمل اتجاه الهابط إذا في حال بدنا نفكر. هلأ النيوزيلندي دولار بعده محافظ تقريبا على هذه المستويات اللي هي من خلالها نحن بنعتبر أنه طبعا ممكن يكون عندي تقريبا مستويات رائعة خلينا نقول لتفكير بصفقات شراء اوكي، ولكن بنلاحظ ان الاسترالي دولار انخفض اكثر من نيوزيلندي، وسبب هذا الموضوع احترام استراتيجيه موجات اليوت، لانه عندك هذه القمه اللي هي القمه رقم 1 2 3 4 و5، لاحظتوا انه على طول الموجات التصحيه والانخفاض ما بحق لهم يخترقوا قمه القمه اللي هي تم تلقيبها برقم 1، فهذه المستويات رح تكون المستويات الاخيره اللي ممكن نشهدها على النيوزيلندي دولار ما قبل بدايه الارتفاع. فبتلاحظوا انه هلا اكيد زوج الاسترالي مقابل النيوزيلندي عم ينخفض، الاسترالي دولار عم ينخفض اسرع من النيوزيلندي دولار. هلا بالنسبة لنا أهم شيء طبعا عندي اليوم وهلأ توب نيوز أحداث تقريبا عم نحكي على اليو اس نيفي سيز تو تانكرز دامج، أتوقع أن يكون عندي خبر عاطل على النفط، وتم بفتكر انفجار بعض إذا بدكم البراميل أو بعض خلينا نقول مش أكيد البراميل، بعض الأماكن واللي طبعا تابعة للنفط أو مثل ما بيقولوا اويل ريجز يعني هذه المناطق اذا بدكم او المنصات المضخات اللي بحطوها ليسحبوا نفط منها طبعا. فبفتكر صار عندي انفجار قريب من الامارات على ما اظن اوكي او دولة ايران، وهذا الشيء ادى الى ارتفاع سعر برميل النفط بهذا الشكل اذا بدكم او بشكل اندفاعي طبعا تمام. شفنا هذه الموجة، ولكن
يعني شوفوا الصدفة، شوفوا الصدفة إنه على طول طبعاً بنلاحظ نحن إنه وصول سعر النفط إلى مستويات مهمة جداً، وكنت حددت أنا وياكم بالسابق إنه هذه المستويات أكثر من رائعة يا جماعة، لأنه تم ملامستها إذا بدكم بالسابق أكثر من 3 مرات 4 مرات 5 مرات، وكنا قلنا مستوى 50-90 أو 50-50 هو مستوى مغري جداً للشراء. بتلاحظوا إنه السوق بيتداول على هذه المستويات، بيدخل بمرحلة أفقية، فجأة خبر انفجار أو أي خبر كان، تشنجات إلى آخره، فجأة بنشوف ارتفاع مفاجئ لسعر برميل النفط. فنحن المحللين تقنيا عادة ما بيتفاجئوا بالنسبة ل خلينا نقول هيك نوع من الأخبار، ولكن خلينا نقول إنه ممكن نشوف ارتفاع بعد أكثر لسعر برميل النفط لزيادة مستوى الـ56 والـ57 دولار ما قبل تعزيز مراكز البيع. طبعا يعني بالنسبة للباوند فرانك، أنا بالنسبة لي شخصيا وهذا الهبوط ما في شك أنه هبوط اندفاعي، ما في شك أنه هبوط اندفاعي، ولكن نحن بغض النظر عن الشموع اليابانية أو عن حجم الشموع اليابانية، تمام، شوف أستاذ أحمد، شوف هذه الشمعة، شوف هذه الشمعة، هذه الشمعة الحمراء، منها ضخمة، منها شمعة سلبية، منها شمعة مخيفة لتكمل اتجاه الهابط، فجأة السوق ارتفع، تمام؟ فما في شك انه ولو حتى عم نشهد شموع يابانية ضخمة جدا وانخفاض ضخم جدا على الباوند فرانك، اهم شيء نحن هذا المستوى اللي عم نتداول بقربه هلا هو مستوى مهم جدا لا اذا بدكم الحفاظ على السيناريو الايجابي للباوند فرانك، تمام؟ فانخفاض بعد اخير لزيارة مستوى 80% او 88.2% 125.56 راح تكون مستويات اخيرة لبداية ارتفاع. طبعا اختراق هذا المستوى بنفكر بنرجع بسيناريو سلبي، ولكن وقف الخسارة خلي يكون اغلاق شمعة تحت مستوى الـ 88.2% في بوناتشي ريتريسمنت، تمام؟ ولكن هلا رح تلاحظوا انه رح نقدر خلينا نقول على رسم بيني الخمس دقائق او حتى النصف ساعة رح نبتدي نشوف نقاط دعم رئيسية قرب مستوى الـ 76.4% وحتى الـ 80% تقريبا، فهذه المستويات ممكن نشوف خلينا نقول ارتفاع للباوند مقابل الفرنك السويسري. ما تتسرعوا على طول لما تشوفوا موجات او شموع ضخمة، الاشخاص والمضاربين بينصابوا بالذعر، بيغلقوا مراكزهم على خسارة، لما السوق يرتفع بيقولوا والله انا كنت شايف هذا الارتفاع ولكن ما قدرت استفيد منه. فأنتم ما تخافوا من حجم الشموع اليابانية، السوق بده يأخذ مجري، السوق بده يعمل موجات ارتفاع وانخفاض ما قبل اتخاذ خلينا نقول اتجاه عام واضح، أوكي؟ فهذه التقلبات اختصاصه للسوق ليخلينا نخاف ونغلق مراكزنا. خلينا نحافظ على الهدوء، خلينا نحافظ على مراكزنا، عرض وقف خسارة تحت مستويات مهمة جدا ما قبل اتخاذ القرار بإغلاق المراكز أو لا. بالنسبة لهذه الجلسة ما عندي أي شيء نضيفه، مدونة تكمل ما تنسوا تمروا عليها. بالنسبة للأجندة الاقتصادية اليوم 13 جون عندي أخبار مهمة شوي صغيرة على الفرنك السويسري البرس كونفرنس، وهذا الشيء ممكن يؤدي إلى بعض التقلبات على الباوند فرانك، فإن شاء الله طبعا يرتفع السوق. بالنسبة لدولة خلينا نقول كندا عندي نيو هاوسينج، ولكن الخبر منه كتير مهم. بالنسبة للدولار الأمريكي ما عندي أي شيء مهم، فاليوم نهار ريء بعض الشيء، فقط عندي بعض الأخبار على الفرنك السويسري البرس كونفرنس، فإن شاء الله طبعا يرتفع الباوند فرانك، وطبعا هذا الشيء اللي اذا بيدعم هذا الارتفاع هو ارتفاع الدولار مقابل الفرنك السويسري، تمام، يعني انخفاض الفرنك السويسري كعمله لحاله. بالنسبه للمؤشرات الامريكيه اتوقع تكمله اتجاه الصاعد، اتوقع ارتفاع المؤشرات الامريكيه لتسجيل اذا بدكم كمم تقريبا قريبه من اخر مستويات تم تسجيلها عندي، اذا في حد بده يفكر بالبيع، فما رح فكر ابدا بتعزيز صفقات البيع من هذه المستويات ابدا ابدا ابدا. للاشخاص اللي دخلوا هلا على هذه الجلسه بتمنى ترجعوا تحضروها من البدايه، تعرفوا راينا باليورو دولار بالباوند دولار باسعار الذهب طبعا بكل الازواج والعملات الرئيسيه اللي مرينا عليها. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا، وطبعا بهذه الجلسات انا بتمنى لكم طبعا خلينا نقول جلسه مثمره ونهار مثمر ورائع للجميع. بالنسبه لموجات او سيمينار موجات اليوت راح يكون عن قريب طبعا مسجل هذا الويبينار ونرجع نتكلم عليه بتفاصيله. شوفكم جلسه اذا بدكم لاحقه بعد الظهر، كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهري من شركه تكمل، إلى اللقاء.